السرطان ديال الثدي. قلنا كاين الاسباب، السبب الاول سبب الاسباب الوراثيه، يعني السيده اللي كانت عندها امها ولا اختها ولا خالتها، شي حد في العائله فات عنده سرطان ديال الثدي، كتكون المعدل ديال 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 الاصابه ولا خطر الاصابه كيكون طالع بالنسبه للعيالات اللي ما عندهمش في العائله. ثانيا كاين اسباب هرمونيه، تعاطي لبعض الهرمونات بحال فهمتي شي انواع ديال الحبوب، منع الحمل مثلا واحد المده طويله ولا هذا، حتى هو يقدر يكون سبب. كاين اسباب غذائيه كتتعلق بالنظام الغذائي ديالنا، تناول بعض المواد المحافظه بكميه كثيره وهذا حتى هي تقدر تكون سبب. كاينه اسباب اشعاعيه، اسباب الاشعه، تعرض بعض المرات لشي راديويات ولا الاشعه ولا، يقدر حتى هو يكون سبب. يعني عندنا وكاين اسباب، كاين حالات اللي الاسباب ما كتكونش فهمتي باقا لحد الان العلم ما وصلش ليها، ما معروفاش. غادي ندوزو لكيفاش نكتشفوا باننا عندنا سرطان ديال الثدي. اولا حنا كنبداو في الكشف عند السيدات اللي كبر من اللي السن ديالهم كيوصل ل 45 سنه فما فوق، ولكن نظرا لان الحالات ولو في السنوات الاخيره كنلقاوهم عند النساء اللي هما باقين في واحد السن مبكره جدا، يعني 28 عام 30 عام وهذا، فحنا ولينا كنديروا لكل شيء. اي مراه بغات تقلب بزولتها كنقلبوها ليها. البزوله ديالنا اي بنت من السن ديال 16 عام 18 عام، اول حاجه بعدا خصنا كل وحده تكون عارفه بزازله كي دايره، يعني مره في الشهر خصنا قدام واحد المرايا خصني نكون عارفه بعدا بزازلي كيفاش دايرين، الشكل ديالهم، القياس ديالهم، واش بحال بحال، واش وحده كبر من وحده، واش الحجم ديالهم قداش وهذا، باش من بعد اي تغير كيبان عندي كنلاحظو بلا ما نحتاج نمشي انا كنلاحظ بان عندي، لان يعني ما يمكنش نقول عندي واحد المشكل وعندي واحد التغير وانا ما عارفاش البزازل ديالي كي دايرين اصلا. دونك اي بنت فيكم خصها تعرف هذه المساله ديال مره من بعد العاده الشهريه في الشهر تنفوتوا داك الولسيس تاع العاده الشهريه وداكشي حتى نوصلوا، خصنا نتقادوا قدام واحد المرايا ونشوفوا بزازلنا كما تغيروا في لافورم ديالهم، في اللون ديالهم، في الحجم ديالهم، ونقلبوهم. من بعد الا بغيتو غندخل لداخل ونوريكم الطريقه كيفاش كنقلبوا البزازل ديالنا. يعني الا لاحظنا شي لون احمر في شي بزوله من بزازلنا مثلا، شي وحده لونها احمر ولا بانوا فيها بحال شي تقيبات اللي بحال الليمون، يعني الجلده ديالنا ولات بحال ديال الليمونه بحال داك الشكل، ما بقاتش هكا ملسه تقريبا، ولا هذوك الريوس ديال البزازل ديالنا تغيروا، يا اما دخلوا ولا تنفخوا ولا بانوا لنا شي حبيبات في الجناب ولا تحت الابط ديالنا، هادو كلهم علامات اللي خصنا نمشيو ونكشفوا عليهم عند 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 الطبيب في المركز الصحي، في المركز الصحي. وبالنسبه للتحاليل راه كتكون واحد الحمله كديرها وزاره الصحه في شهر 10 في شهر اكتوبر من كل عام، كديرها في جميع المراكز الصحيه ديال 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 المغرب، باش كتكشف العيالات كاملين سواء اللي عندها مشكل ولا اللي ما عندهاش، من باب الاحتياط العيالات كلهم خصهم مره في العام يمشيو يديروا هذا الفحص ديال ديال عند شي واحد من الناس ديال المختصين ديال الصحه. واخا هي كديروا دائما مره في الشهر، ولكن مره في العام خصها تمشي يديروا لها اختصاصي ديال 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 الصحه، حيت تقدر هي شي حوايج ما يبانوش ليها ويبانوا لهذوك الاختصاصيين ديال 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 الصحه. اشنو بغيتوا تعرفوا اكثر من هذا الشيء اللي قلت لكم؟ شكون اللي عندها شي سؤال؟ نعم. واش كاين علاج لهذا المرض ولا غير محاوله؟ لا كاين علاج، العلاج ديما بالنسبه للسرطان ديال الثدي، العلاج والنسبه ديال النجاح ديال العلاج مرتبط بالمرحله ديال 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 الفحص وديال ديال الكشف. قد ما كان الفحص والتشخيص مبكر، يعني باقي المرض ما انتشرش، الاعضاء اخرى باقي غي على صعيد الولسيسه او لا البزوله، يا يعني اما باقي عفتي ديك الولسيسه ولا المهم في البزوله ولكن باقي مشاش بلايص اخرى، تيكون العلاج وتيكون ناجح. وهذا قد ما المراه ما كشفاتش وبقات كتقول معليش ماشي مشكل هادو راه غير فهمتي
غير حبوب عاد دابا تفوت ولا تبقى دير داكشي كاين اللي تيحسوا تيبقى يديروا داكشي تاع العراب وتيديروا دوك التلبيخات وهذا قد ما تعطل، لان البزوله الا ردينا البال جاتنا في الصدر، يعني في واحد البلاصه اللي فيها بزاف كاين الرئتين مباشره تحت، فهمتي؟ هذا كاين القلب كاين الامعاء كاين يعني كتاثر مباشره، يعني اي تاخر كتكون دازت. الا مشات قاستنا مثلا الرئتين كيولي صعيب، الا قاستنا القلب كيولي. هذه الصعوبه في التاخر ديال التشخيص، لانه ما كيبقاش منحصر لينا على صعيد البزوله ديالنا، كيدوز لنا الاعضاء اخرى ومن تما تنتشر لنا في الجسم كامل، وتما كيولي العلاج صعيب، كيولي صعيب ان نتحكموا فيه. نعم نعم. طرق الوقايه، اولا اتباع نتبعوا واحد النظام غذائي سليم، نبتعدوا على الاسباب اللي قلنا، على الهرمونات، على الاشهاء، فوالا الابتعاد على التدخين، لان التدخين تاهو ما قلناش قبيله من اهم الاسباب ديال السرطان، التدخين والتعاطي للكحول بالنسبه للرجال، هادو حتى النساء المدخنات كيكون عندهم طالع اكثر من 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 هذا. نبعدوا على المواد الحافظه، نبعدوا على اي حاجه اللي فيها شك انها ممكن تؤدي بنا للسرطان، والرياضه نبعدوا نتجنبوا عليها. دونك نتبعوا نظام صحي غذائي صحي، الرياضه من طبيعه الحال باستمرار، نبعدوا على البلايص اللي فيهم التلوث وداك الشيء، نحافظوا على البيئه ديالنا، حيت البيئه ديالنا الا لوثناها غادي نضروا، حنا كنضروا البيئه ومن بعد هي كتضرنا. نعم. واش هذا المرض منتشر بشكل كبير في المغرب؟ ما عنديش الاحصائيات بالضبط باش نقول لك الاحصائيات شحال، ولكن في السنوات الاخيره راه كاين واحد العدد كبيره جدا ديال الحالات ديال السرطان مع الاسف.